الآن راح نتحدث عن الكوايت والريلي وراح نعرف شنو الفرق ما بين الكوايت والريلي بشكل مختصر بدون ما تعقد وبدون أي صعوبة. خليك وياي. الكوايت معناها تستخدم مع الصفة الضعيفة، أما الريلي فتستخدم مع الصفة القوية مثل ما تشوف بهاي الملاحظة. ريلي تأتي مع الصفة القوية، الكوايت تأتي مع الصفة الضعيفة. وراح ننطي لكل بهذا التمرين راح ننطي مفتاح الحل لكل نقطة. هذا التمرين هو جاي من عنده بالوزاري، وراح نشوفكم أيضا أسئلة وزارية بنهاية الفيديو. مثل ما تشوف قدامك طبعا هذا هنا الكلمة الأول، الجملة الأولى The Panther is really fast. ليش اختارينا هنا really؟ الجواب لأن عندنا fast، fast هي مفتاح الحل. إذن يجيب لك سؤال يقول لك The Panther is really low quiet، أنت تقول really. ليش؟ لأن مفتاح الحل fast، لأن fast صفة قوية. ثانيا It has a really low quiet، هنا راح نختار really أيضا. ليش اختارينا really؟ لأن عندنا love it، يحبها. I love it. إذا أنت تحب شيء فمعنى هذه صفة قوية. رقم ثلاثة I think، أني أعتقد. بما أنه أنت تقول أني أعتقد إذن هذا ما متأكد، إذن هذه الصفة ضعيفة. إذن طالما عندي I think مفتاح الحل quiet. بالامتحان من تجيك من يشوف كلمة I think تختار quiet. ليش اختارنا quiet؟ لأن عندك مفتاح الحل think. رقم أربعة The exam was quiet or really difficult difficulty، الجواب راح يكون quiet. ليش؟ لأن not like، مو مثل السنة السابقة، إذن قليل، إذن هذه صفة ضعيفة، راح نختار هنا quiet. ومثل ما تشوف هذا السؤال الوزاري The exam was difficult but not like، من يشوف but not like هذا مفتاح الحل عندنا مثل ما ذكرت لكم إياه بالتمرين. إذن راح نختار شنو هنا؟ ما راح أجاوبك، أريد أسمع من عندك الجواب.